ونحن مشاهدينا الكرام من العاصمة البحرينية المنامة نتابع وصول الزعماء والرؤساء لمقر القمة العربية في دورتها 33 من البحرين. لقرب المشهد ينضم إلينا بشكل أكثر تفصيلا محمد عبد الله موفد التلفزيون المصري إلى البحرين. محمد، ضعني في الصورة، وماذا عن اللحظات الأخيرة قبل انعقاد القمة العربية؟ نعم هبة، يعني ترقب لما ستخرج منه عنه هذه القمة. الحضور هنا اكتمل في المنامة فيما يتعلق بوصول الزعماء والقادة العرب للمشاركة في هذه القمة الهامة. القمة بعد وصول القادة والزعماء العرب إلى مقر انعقاد القمة بقصر صخير هنا في المنامة، يتم التقاط صورة تذكارية، بعدها تبدأ فعاليات الجلسة الافتتاحية والتي ستستهل بكلمة للمملكة العربية السعودية بصفتها رئيس الدورة السابقة، ومنها يتم تسليم الرئاسة إلى مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية، وتتوالى الكلمات بعد ذلك للضيوف والحضور، كلمة الأمين العام للجامعة العربية وكلمة للأمين العام للأمم المتحدة الذي يحضر أيضا هذه القمة العربية العادية الهامة، ثم تتوالى كلمات القادة والرؤساء وزعماء المشاركين في هذه القمة. هناك أيضا توجه وتعامل بشكل مختلف مع ملف القضية الفلسطينية، ملف قطاع غزة. هناك أكثر من طرح ورؤية سيتم عرضها على القادة والزعماء العرب، والتي سيتم بلورتها في إعلان البحرين الذي سيكون بمثابة خارطة طريق في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالتعامل العربي مع ملف التطورات الحاصلة في قطاع غزة. نعم هبة. نعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من المقرر أن يصل إلى مقر القمة، وبالطبع هناك ثوابت ومواقف واضحة للسياسة الخارجية المصرية فيما يخص القضية الفلسطينية أو الشواغل العربية بشكل عام. ماذا عن نشاطات الرئيس اليوم؟ يعني دعينا في البداية نتحدث عن الثوابت المصرية للتعامل مع الملف الفلسطيني. أولا الثوابت المصرية، هناك لائحة مصرية تم وضعها وتم صياغتها قبل انعقاد هذه القمة ومع بداية انطلاق الأزمة في قطاع غزة والحرب الإسرائيلية التي تشنها إسرائيل بلا هوادة على المواطنين العزل في قطاع غزة. هناك لائحة مصرية تتمثل في عدم التهجير القسري، في عدم القيام بممارسات وانتهاكات ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وأيضا التأكيد على أن السلام هو الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع في الأراضي الفلسطينية. الحل العسكري لن يكون حلا أبدا لإنهاء الصراع في الأراضي الفلسطينية وإنهاء الصراع الحاصل في ملف القضية الفلسطينية، ومن ثم مصر تتمسك بالحل بإقامة حل الدولتين، وأيضا تقوم بمجهودات كبيرة فيما يتعلق بالتعامل مع كافة الأطراف للوصول إلى هدنة، أيضا مساعي لإدخال المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. كل هذه الأمور المصرية هي محل تقدير وإشادة من القادة وزعماء العرب. نعم. فيما يتعلق بالتعامل المصري مع الشأن العربي، هناك ثوابت مصرية تتعامل مع هذا الملف، وهو أن أمن الخليج هو يعتبر من أمن مصر، وأن أي شيء يهدد أمن الخليج هو يهدد الأمن المصري، ومن ثم هناك ارتياح كبير من تلك الثوابت المصرية في التعامل مع الشأن الخليجي وأيضا في التعامل مع الشأن الفلسطيني. بالتأكيد هناك نشاطات هامة للسيد الرئيس على هامش أعمال هذه القمة ولقاءات ثنائية يعقدها السيد الرئيس، بالتأكيد سنواليكم بها أول بأول، لكن هناك حراك عربي كبير تشهده المنامة للتعامل مع الملفات العربية الملحة والتي هي بالفعل مطروحة على طاولة اجتماعات القادة والزعماء العرب في هذه القمة العادية 33 بالمنامة. نعم. نعم. أخيرا محمد، ماذا عن جدول أعمال القمة اليوم؟ جدول أعمال القمة اليوم، بعد الكلمات الافتتاحية سوف يكون هناك جلسة مغلقة يتم فيها الوقوف على مشروعات القرارات وكيف ما هو
ما سيحتويه إعلان البحرين. القادة والزعماء العرب سيطلعون على مشروعات القرارات، على ما تم إنجازه فيما يتعلق بالمسار الاقتصادي والمسار الاجتماعي في مسيرة التعاون العربية المشترك، والملف السياسي كيف سيتم التعامل مع القضايا الملحة المطروحة على طاولتهم. هذه الجلسة المغلقة سيعقبها جلسة عامة ومؤتمر صحفي يتم فيه الإعلان عن إعلان البحرين، والمؤتمر الصحفي الذي سيحضره صحفيين والإعلاميين من مختلف الدول العربية، وبالتأكيد سوف يكون هناك علامات أو تساؤلات حول أو تفهم أو استفسارات من جانب الصحفيين حول إعلان البحرين والخطوات التي ستتمخض عنها، الخطوات العملية على الأرض التي ستأتي بعد إعلان البحرين، خصوصا أن هناك لجنة تم تشكيلها وهيئة تم تشكيلها في الجامعة العربية والخاصة بتنفيذ القرارات التي تصدر عن القادة والزعماء العرب. أيضا هذه القمة سبقتها دعوة من مملكة البحرين وهي إقامة مؤتمر دولي للسلام خاص بحل الدولتين القضية، الدولة الإسرائيلية والدولة الفلسطينية. هذا المؤتمر استبقت مملكة البحرين القمة وأعلنت عنه، ومن ثم أيضا هذا الأمر سوف يكون ما هو موعد انطلاق هذا المؤتمر، خصوصا أن ما هو شكل التعامل مع الملف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، خصوصا أن هناك اتجاه عربي مثلما علمنا في هذه القمة لابد من تحديد سقف زمني للتعامل مع أي عملية سلام ما بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي برعاية أطراف دولية وبرعاية الأمم المتحدة. نعم. محمد، من المتعارف عليه قبل القمة بأن القضية الفلسطينية هي الشغل الشاغل للدول العربية بالطبع، وستحظى بنصيب الأسد في هذه القمة، لكن ماذا عن الموضوعات الاقتصادية؟ ماذا عن شكل التعاون، التجارة البينية، المنظومة الجمركية، وشكل الاستراتيجيات الاقتصادية على مستوى الزعماء في هذه القمة؟ يعني اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت اجتماعاتها التحضيرية قبل انعقاد هذه القمة، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية 33، كان هناك مناقشات حول الاتحاد الجمركي العربي، حول انفاذ البضائع ما بين الدول العربية بعضها البعض. هذا الامر مطروح بشكل هذا، مطروح على طاولة الزعماء والقادة العرب، وتوصيات خارجة من المجلس التحضيري على الاقتصادي والاجتماعي للقادة والزعماء العرب بضرورة تسريع وتيرة إيجاد منطقة المنطقة الجمركية، الاشتراك الاتفاقية الجمركية ما بين الدول العربية ومنطقة تجارة حرة تجمع الدول العربية وإنفاذ البضائع ما بين الدول العربية. كل هذه الأمور كان هناك توصيات من الجانب اللجنة التحضيرية والاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية للقادة العرب للإسراع في هذا الأمر. هذا الأمر بالتأكيد يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى ترتيبات خاصة، ولكن هناك دفع من الجامعة العربية في اتجاه أن يتم التعامل أكثر سرعة للتعامل مع هذا الملف وإيجاد تقارب عربي عربي اقتصادي. هناك عدد من المبادرات والاستراتيجيات تبنتها الهيئة، اللجنة التحضيرية للاقتصادية الاجتماعية، وهي أيضا مطروحة على طاولة الزعماء والقادة العرب. نعم. ملفات الطاقة والتغير المناخي، ماذا عنها في هذه القمة؟ هي أيضا كل هذه الأمور ضمن الملفات الأخرى، ولكن الشق السياسي يحتل نسبة 70% من البنود المطروحة على القادة والزعماء العرب، وشق الاقتصاد نظرا للتحديات الجسام التي تواجه المنطقة العربية في هذا التوقيت. فيما يتعلق بملف الطاقة، هناك خطوات هامة جدا قامت بها مصر وقامت بها الدول العربية للتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية، وهناك مشروعات كبرى تبناها مصر وأيضا يشارك فيها دول عربية تسعى إلى التعامل مع هذا الأمر. هذا أيضا مطروح المستوى على مستوى المندوبين ومستوى الهيئة الاقتصادية والاجتماعية. تم صياغة كل هذه الملفات وتم وضعها على طاولة القادة وزعماء العرب، لكن المناخ هو والتغيرات المناخية هناك تطورات كبيرة، خطوات كبيرة شهدها الجانب العربي وقامت بها العديد من الدول العربية، ومن ثم سوف يأتي هذا الملف ربما متأخرا بعض الشيء، ولكن هناك أخرى يتم التركيز عليها والبناء عليها نظرا لأنها تحتاج إلى تسريع وتيرتها مثل الاتحاد الجمركي العربي وما إلى ذلك.
نعم، أشكرك جزيل الشكر محمد عبد الله موفد التلفزيون المصري، متابعا للقمة العربية في دوراتها 33 من المنامة بالبحرين.